السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من وولد سبورتس كل يوم جمعة من الساعة 5 لحد الساعة 6:30، متواجدين معاكم أسبوعيا على قناة النادي الأهلي. مفيش أحلى ولا أحسن من خبر فوز مصر بتنظيم الأمم الأفريقية لعام 2019 علشان نبدأ بيه الحلقة مع حضراتكم، بعد اكتساح لجنوب أفريقيا 16 صوت مقابل صوت واحد فقط. جنوب أفريقيا اللي فقط من 8 سنوات نظمت أكبر حدث على صعيد المنتخبات وهو كأس العالم، بنفوز عليها بالإمكانيات الكتيرة اللي عندها بالقدرات، لكن ملف مصر تقيل جدا. ملف مصر طبعا اتحاد كرة القدم والبشمهندس هاني أبو ريدة كان لهم دور كبير جدا 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 في ان مصر تفوز ب 16 صوت، وثقوا في مصر وعندهم ثقة كبيرة جدا ان مصر قادرة على تنظيم اي حدث مهما كان الجمهور. ومقارنة الجمهور بأمم الأفريقية 2006 كان لي العامل الأساسي والرئيسي بفوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية. طبعا كان في نفس اليوم الصبح خبر فوز مصر، بالليل محمد صلاح بيفوز بأفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي علشان يكون بقى مع الكبار، مع صامويل إيتو ومع يايا توريه ومع عبيدي بيلي ومع نجوم كثيرة جدا فازوا بالجائزة لأكثر من مرة. محمد صلاح ما فيش شك أنه فعلا فخر العرب وفخر أفريقيا وفخر المصريين كلهم. أكيد يعني منظر مشرف، ويعني محمد صلاح مش جديد عليه أنه هو يبدع ويبهر الجميع بمستواه سواء مع ليفربول أو مع منتخب مصر. كمان النهاردة هيكون في حدث عالمي، مصر الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة وأولى لقاءاتها في مونديال العالم لليد اللي مقام في ألمانيا والدنمارك. مصر هتلعب في الدنمارك وأول لقاء أمام المنتخب السويدي الصعب العنيف، كلنا عندنا ثقة وأمل كبير جدا في منتخب مصر إن هو يتخطى المنتخب السويدي ويتخطى الدور الأول من البطولة وإن شاء الله يكمل لطريقه في النهائيات. طبعا هنتكلم اكيد طبعا على بقى الدوريات والاستعدادات بعد توقفات اقيمت فيها لقاءات الكاس سواء في اسبانيا او في انجلترا. بكره هتعود الحياه من جديد، البريمير ليج وايضا الدوري الاسباني والايطالي وكل الدوريات هترجع تاني من جديد. واخيرا طبعا كاس امم اسيا، الامارات بتبدع في الاستضافه وفي الافتتاحيه، وكالعاده منتخب الامارات بيتالق وبيقدم اقوى العروض ايضا منتخب الاردني، منتخب طبعا الاردني العربي الشقيق، وكمان المنتخبات اللي بتشارك زي منتخب سوريا وغيره وغيره وغيره. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل اكيد، وهنروح وهنشوف ومعانا حاجات كتيره جدا 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 هنتكلم عليها النهارده، لكن زي ما حضراتكم متعودين هنروح لفاصل وبعديها نرجع هنتكلم معاكم في كل حاجه حصلت خلال الاسبوع الماضي. معاكم اولى اخبار وفقرات وورلد سبورتس. طبعا زي ما حضراتكم متعودين بنبدا معاكم باخبار الصحف العالميه علشان نعرف ايه هو الجديد اللي حصل خلال الاسبوع الماضي وايضا خلال صباح اليوم. هنبدا معاكم بالصحف الاسبانيه وهنروح الى اولى الصحف وهي جريده الاس. جريده الاس بتقول سيرجيو راموس وتصريح على لسانه، وضعيه سولاري واسكو معقده بعض الشيء. طبعا واضح ان في خلافات ما بين سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد واللاعب اسكو، ده اللي احنا بنقرا وبنشوف وبنتابع ان اسكو احتمال انه ما يكونش في ريال مدريد في الصيف المقبل. نروح للماركا ونشوف كاتبين ايه ايضا على لسان سيرجيو راموس، لكن تصريح مختلف. علينا ان نتكاتف مع البرنابيو، القائد يؤكد ان ريال مدريد يجب ان يتحسن كثيرا ويريد رؤيه الملعب ممتلئا مره اخرى. طيب نروح لغلاف الموندو ديبورتيفو، هدف من ذهب، ركله جزاء تسبب بها دينيس سواريز في الدقيقه 84، حولها كوتينيو الى هدف اعاد الحياه الى البارسا. وعينه على مباراه الاياب في الكامب نو. الخطه بليفالفيردي، المشاركه الرسميه الاولى لموريو اظهرت مشاكل عديده في الفريق كان خاسرا. نروح للجازيتا ديلو سبورت،
في إيطاليا، إيكاردي باق، ويوفنتوس ورمسي الفحوصات الطبية والتوقيع قريبا. أرسنال سيعطي الموافقة، وهيجوايين ميلان يسأل عن المال، وروما لتأمين الموهبة الإيطالية. غلاف الميرور، نروح للميرور في إنجلترا. أرناتوفيتش لن أعود، وكيل أعماله وأخوه يعلنان رغبة ماركو بمغادرة وستهام. عرض برشلونة بقيمة 50 مليون باوند من أجل ويليام بالإضافة إلى مالكم. ديلي ميل، اتركوني أرحل إلى الصين. أرناتوفيتش سيواجه جماهير وستهام الغاضبة بعد رغبته بالرحيل مقابل 36 مليون باوند. أما التايمز، أرناتوفيتش يطلب الرحيل من وستهام. وجريدة ستار، اتركوا ماركو يرحل، وستهام يشعرون بالصدمة بعد تأكيدات رغبة أرناتوفيتش بالرحيل، وأمري أمام خيار التعاقدات بنظام الإعارة. طيب، دي أخبار الصحف العالمية سريعا استعرضناها مع حضراتكم. هنروح حاليا او حالا هنطلع لفاصل سريع، وبعديها نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات وورلد سبورتس. عندنا حاجات كتيره جدا هنتكلم عليها، وقبل ما اتكلم معاكم على امم افريقيا واتكلم على ابرز اللي حصل في الاستفتاء الاخير، سواء بفوز مصر على جنوب افريقيا ب 16 صوت مقابل صوت واحد فقط، وكمان فوز محمد صلاح، تعالوا نستعرض الأول ونتكلم على الدوريات الخمسة الكبرى. هنتكلم على جدول الترتيب، وأيضا هنتكلم على أبرز اللقاءات اللي هتبدأ إن شاء الله بداية من بكرة. هنبدأ معكم بالدوري الإنجليزي، ونفكر حضراتكم بجدول الترتيب. ليفربول لسه على الصدارة ب 54 نقطة، يليه فريق مانشستر سيتي ب 50 نقطة، والمركز الثالث توتنهام هوتسبيرز 48 نقطة، أما فريق تشيلسي في المركز الرابع ب 44 نقطة، وأخيرا أرسنال في المركز الخامس ب 41 نقطة. طيب، نروح للدوري الأسباني، و 40 نقطة برشلونة في المركز الأول، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني 35 نقطة، وأشبيلية في المركز الثالث 33 نقطة، أما ديبورتيفو ألافيز اللي عمل موسم أكثر من رائع في المركز الرابع ب 31 نقطة، وريال مدريد في المركز الخامس ب 30 نقطة. نروح للدوري الإيطالي، ويوفنتوس متصدر على القمة ب 53 نقطة، نابولي في المركز الثاني 44 نقطة، أما إنتر ميلان في المركز الثالث ب 39 نقطة، أما لاتسيو في المركز الرابع ب 32 نقطة، وأخيرا إيسي ميلان في المركز الخامس ب 31 نقطة. نروح للدوري الألماني، وبروسيا دورتموند في المركز الأول 42 نقطة، بايرن ميونخ في المركز الثاني 36 نقطة، أما بروسيا مونشن جلادباخ في المركز الثالث ب 33 نقطة، ولايبزيج في المركز الرابع ب 31 نقطة، وأخيرا فولسبورغ في المركز الخامس ب 28 نقطة. آخر دوري، الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان 47 نقطة بيتصدر المركز الأول، لال في المركز الثاني 34 نقطة، أما ليون في المركز الثالث ب 32 نقطة، ومونبلييه في المركز الرابع ب 30 نقطة، وأخيرا في المركز الخامس في جدول الترتيب سانتيتيان ب 30 نقطة. طيب، نبدأ بالجولات القادمة من الدوريات، ونروح للدوري الإيطالي وأبرز المواجهات. طبعا دي مواجهات يوم السبت والحد. أول مباراة فريق روما وتورينو، طبعا دي مباراة هتكون بكرة إن شاء الله، ومباراة تانية هتكون أودينيزي وبارما، وإنتر ميلان وساسولو. ده بالنسبة للقاءات يوم السبت. يوم الحد لقاءات، انا هقول لحضراتكم ابرز اللقاءات. هيكون نابولي هيلعب مع لاتسيو، وبالنسبه ليوم الحد الاثنين هيكون في جنوا وايسي ميلان ويوفنتوس وكييفو فيرونا. طبعا لقاءات الدوري الاسباني هتكون سبت وحد واثنين، هتكون على ثلاث ايام مش على يومين فقط. طيب، نروح ل الدوري الإيطالي، ونفكر حضراتكم بالنتائج السابقة من الجولة. أودونيزي وكالياري 2-0، وجنوا وفيورنتيني 0-0، وساسولو وأتلانتا 6-2 لأتلانتا، ونابولي بيفوز 3-2 على بولونيا، وميلان وسبال 2-1 لميلان. طيب،
يوفنتوس سامبادوريا 2-1 ليوفنتوس، وكييفو فيرونا بيفوز 1-0 على فروزينوني، وانتر ميلان بيفوز 1-0 على امبلي، ولاتسيو بيتعادل 1-1 مع تورينو، وبارما بيخسر 2-0 من روما. طيب ده الجولات السابقه من الدوري الايطالي، وايضا الجولات القادمه بمواعيد المباريات سبت وحد واثنين. طيب هنروح للدوري الانجليزي، وهقول لحضراتكم سريعا ابرز المواجهات اللي هتكون ان شاء الله بدءا من يوم السبت. عندنا بكره الساعه 2:30 بتوقيت القاهره ويست هام هيلاعب ارسنال، وليستر سيتي ساوثهامبتون، وبرنلي هيلاقي فريق فولهام، وكريستال بالاس هيلاقي واتفورد، وبرايتون هيلاعب فريق ليفربول. برايتون وليفربول، وانا عارف ان ده اللقاء الاهم بالنسبه لحضراتكم، ده يكون الساعه 5 بتوقيت القاهره. اما الساعه 7:30 مباراه قويه جدا، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، الساعه 7:30 بتوقيت القاهره. اما يوم الاحد 13 يناير ايفرتون هيلاقي بورنموث، وتوتنهام هوتسبيرز مع مانشستر يونايتد هيكون الساعه 6:30 بتوقيت القاهره. ده انا اعتقد هي قمه الجوله ال22 من مسابقه الدوري الانجليزي الممتاز. اما يوم الاثنين فمانشستر سيتي وولفرهامبتون في ختام الجوله 22 في الدوري الانجليزي. طبعا حضراتكم تابعتم كاس رابطه المحترفين الانجليزيه اللي كان فيه لقاءات يوم الثلاث والاربع. كان يوم الثلاث فريق توتنهام هوتسبيرز بيلاعب تشيلسي وفاز عليه 1-0 على ملعب وايت هارت لين، وخلاص توتنهام بيرجع تاني لملعبه وبيترك ملعب ويمبلي. اما المباراه اللي كانت يوم الاربع ما بين مانشستر سيتي وبرتون البيون خلصت 9-0، 9-0 نتيجه كبيره جدا جدا. اعتقد ان خلاص السيتي حسم صعوده، وكمان عارفين ان حضراتكم هتكون في لقاءات عوده هتكون الاسبوع اللي بعده القادم يوم الاربع 23 يناير، هتكون مباراه العوده ما بين بيرتون البيون ومانشستر سيتي، هي مباراه تحصيل حاصل. اما المباراه الثانيه هتكون يوم الخميس 24 يناير ما بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبيرز، دي هتكون مباراه قويه جدا جدا. توتنهام هو اللي فاز في المباراه الاولى 1-0، تشيلسي عليه ان يفوز بنتيجه اكثر من 1-0، 2-0 تاهل تشيلسي مباشره الى المباراه النهائيه من كاس رابطه المحترفين الانجليزي. الدوري الاسباني زي ما حضراتكم عارفين كان في ايضا لقاءات في بطوله الكاس، لكن هبدا معاكم بلقاءات بكره ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت. طبعا يعني اللقاءات لجانيس وهويسكا، فالنسيا وبلد الوليد، جيرونا وديبورتيفو الافيز، وفيا ريال وختافي. يوم الحد اتلتيكو مدريد وليفانتي، اتلتيك بلباو واشبيليه، وبرشلونه وايبار، وريال بيتيس وريال مدريد. وختاما يوم الاثنين من الاسبوع ال 19 واخر الجولات من الدوري الاسباني، ريال سوسيداد هيلاقي فريق اسبانيول. كلنا تابعنا لقاءات الكاس امبارح واول امبارح. كان اللقاءات يوم الاربع ريال مدريد بيفوز على ليجانيس 3-0 في المباراه الاولى، لسه عنده مباراه عوده، واعتقد ان النتيجه الى حد ما مطمئنه لفريق ريال مدريد. اما يوم الخميس كانت المفاجاه، امبارح ليفانتي بيفوز 2-1 على برشلونه في الوقت اللي زي ما قرينا لحضراتكم فيها الاخبار ان برشلونه بيحصل على ركله جزاء في الدقيقه 84 وبتنقذ بعض الشيء فريق برشلونه من الخروج من المباراه خاسرا بهدفين مقابل لا شيء. ليفانتي طبعا من الفرق اللي بتستغل اي مباراه بتتلعب على ملعبها وسط جمهورها مع الفرق الكبرى مع الفرق القويه، فبرشلونه عنده مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم يعني هتكون الاسبوع اللي بعد يعني الاسبوع القادم يوم الاربع. طبعا ليجانيس وريال مدريد هتكون اولى اللقاءات، ويوم الخميس يوم 17 يناير برشلونه هيلاقي ليفانتي، دي لقاءات العوده في كاس ملك اسبانيا. الدوري الايطالي قلنا لحضراتكم، ده بالنسبه للدوريات. طبعا عايز اتكلم قبل ما اروح للاخبار وقبل ما اروح مع حضراتكم ل شويه كده من الاخبار العالميه واخبار المحترفين المصريين، عايز اقف شويه عند كاس الامم الاسيويه واتكلم مع حضراتكم فيها. طبعا البطوله بدات يوم السبت الماضي يوم 5 يناير، والمباراه
الأولى كانت بين الإمارات والبحرين وانتهت بتعادل 1-1. طبعا الفرق العربية بتشارك بشكل جيد جدا. منتخب الأردن عامل مفاجأة كبيرة جدا أنه أولى المنتخبات اللي تأهلت لدور الثاني، أولى المنتخبات بعد فوزه في لقائين على منتخب أستراليا في المباراة الأولى 1-0 وأيضا على منتخب سوريا 2-0. وبالتالي منتخب الأردن بالنسبة كمان ل يعني شعب الأردن هو مفاجأة، ما حدش كان يتوقع أن منتخب الأردن يكون أول منتخب يصعد مباشرة إلى دور الثاني. وبالتالي هنقول لحضراتكم أبرز اللقاءات اللي هتكون إن شاء الله بداية من أو بتتلعب النهاردة. طبعا كان في مباراة الساعة 1 الظهر ما بين المنتخب الفلسطيني ومنتخب أستراليا، والمنتخب الأسترالي بيفوز 3-0. أما المباراة اللي كانت شغالة من شوية كانت ما بين الفلبين والصين، والمنتخب الصيني بيفوز على المنتخب الفلبيني. وطبعا المباراة اللي هتكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة كوريا الجنوبية مع كيرغيزستان، وأكيد كوريا الجنوبية هي الأقرب إلى الفوز. بكرة إن شاء الله منتخب فيتنام هيلاقي منتخب إيران الساعة 1 الظهر، والساعة 3:30 منتخب اليمن هيلاقي منتخب العراق، وأخيرا الساعة 6 منتخب لبنان هيلاقي المنتخب السعودي. هقول لحضراتكم سريعا موقف الفرق العربية من المجموعات ومراكزها. المجموعة الأولى المنتخب الإماراتي 4 نقاط في المركز الأول، لعب لقائين وفاز في مباراة وتعادل في مباراة ولم يهزم. والمنتخب الهندي في المركز الثاني، والمنتخب التايلاندي. أما أخيرا في المجموعة الأولى المنتخب البحريني. المجموعة الثانية منتخب الأردن 6 نقاط، ومنتخب أستراليا بعد فوزه هيبقى 6 نقاط، ومنتخب سوريا نقطة وحيدة، ومنتخب فلسطين نقطة وحيدة. المجموعة الثالثة منتخب الصين في المركز الأول بعد ما فاز النهاردة يبقى عنده 6 نقاط. كوريا الجنوبية في المركز الثاني لكن لسه عنده مباراة هيلعبها الساعة 6، ومنتخب قزاقستان والفلبين الثالث والرابع ب0 نقاط. منتخب إيران في المركز في المجموعة الرابعة المركز الأول، والعراق في المركز الثاني، وفيتنام في المركز الثالث، والمنتخب اليمني في المركز الرابع. أما المجموعة الخامسة والسعودية في المركز الأول، ومنتخب قطر في المركز الثاني، ولبنان في المركز الثالث، وكوريا الشمالية في المركز الرابع. أما المجموعة السادسة والأخيرة المنتخب الياباني في المركز الأول، وأوزبكستان في المركز الثاني، وتركمانستان في المركز الثالث، والمنتخب العماني في المركز الرابع. ده كان أخبار كأس أمم آسيا والدوريات الكبرى. وقبل ما نروح لأخبار الكرة العالمية عايز أفكر حضراتكم تاني وأتكلم أخيرا على فوز منتخب مصر بجائزة تنظيم وشرف تنظيم البطولة الأفريقية اللي إن شاء الله هتكون في شهر 6/2019، والكلام الكتير اللي بنتكلم عليه سواء بتأجيل الدوري أو إلغاء الدوري أو إيه اللي يحصل بالظبط. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كأس آسيا تتلعب، وفي نفس الوقت هناخد على سبيل المثال دولة السعودية. السعودية طبعا الدوري شغال ما فيش أي مشكلة، لكن الأهلي السعودية البطولة بتقام خارج ملعبها، فيحق ليها أن الدوري يتلعب عادي جدا حتى لبدون المحترفين. منتخب مصر والبطولة هتقام في مصر، فما ينفعش ان بطوله يتم تنظيمها واستادها الى دوله وان الدوري المحلي يكون شغال. وبالتالي طبعا احنا فزنا ب 16 صوت مقابل صوت واحد فقط. صوت النيجيري هو اللي امتنع عن التصويت، والصوت اللي راح لجنوب افريقيا هو كان الصوت الليبيري. وبالتالي باقي الدول الافريقيه صوتت لصالح مصر وتنظيم مصر البطوله. طبعا جنوب افريقيا و مصر هما الدولتين اللي بيمتنع عن التصويت بسبب ان هما اصحاب التنظيم او اصحاب الملفات المقدمه لدى الاتحاد الافريقي علشان يفوز واحد منهم من التنظيم. طبعا مجهود كبير جدا بيشكر عليه مجلس اداره اتحاد كره القدم، وبالاخص الباشمهندس هاني ابو ريده وسياده الوزير اشرف صبحي اللي طبعا عملوا مجهودات رهيبه جدا جدا علشان مصر تفوز. وخلاص يعني كلام بيقال ان خلاص تم اسناد منصب مدير البطوله للكابتن محمد فضل، واحد من الكوادر الشابه المميزه اللي انا اعتقد اكيد طبعا يعني مش انا بس، كل الناس عارفه ان هو واحد من الناس اللي لو تم اسناد المنصب ليها يعني ان شاء الله هيعمل حاجه قويه. لكن كلام بيقال ان خلاص محمد فضل، في كلام تاني بيقال ان لسه
وكلام يعني اكتر من اسم مطروح زي الوزير السابق دكتور خالد عبد العزيز او باشمهندس خالد عبد العزيز، كمان الاستاذ مصطفى مراد فهمي، كلام كتير جدا حول المنصب. في ناس مؤيده الخبره وفي ناس مؤيده للشباب، لكن هنشوف مين راي الاغلبيه. لكن في الاول وفي الاخر كله هيكون لمصلحه مصر. اما الحدث الاكبر كان بفوز محمد صلاح للمره الثانيه على التوالي كأحسن لاعب في أفريقيا، علشان هم يكونوا اتنين ما لهمش تالت اللي حصلوا على الجائزة، كابتن محمود الخطيب والجائزة بأحسن لاعب في أفريقيا أيام ما كان اسمها الفرانس فوتبول، وكمان محمد صلاح بيفوز بيها الموسم الماضي، وكمان يحقق إنجاز غير مسبوق بفوز لاعب مصري للعام الثاني على التوالي مرتين في تاريخه. وإن شاء الله كلنا عندنا أمل كبير جدا جدا أن محمد صلاح يفضل محافظ على الاحتقار للجائزة بعد المواسم اللي بيقدمها وبعد الانجازات اللي عملها مع فريق ليفربول. اعتقد ان محمد صلاح واحد من اللعيبه اللي تستحق ان هي تكون موجوده في الجائزه. انا عايز اقول لحضراتكم بعض الارقام طبعا اللي حققها محمد صلاح مع ليفربول. محمد صلاح في 2018 150 طبعا قيمه محمد صلاح السوقيه حاليا 150 مليون يورو. في الدوري الانجليزي مع ليفربول سجل لعب 36 مباراه، سجل 32 هدف وصنع 11 هدف. في دوري الابطال لعب 15 مباراه وسجل 11 هدف وصنع 5 اهداف. جوائز محمد صلاح الفرديه في عام 2018 هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف، افضل لاعب في الدوري الانجليزي الموسم 2017-2018، افضل لاعب في انجلترا من جانب رابطه اللاعبين المحترفين، وايضا جائزه بوشكش لافضل هدف في العالم، افضل لاعب من اتحاد المشجعين لكره القدم الاف اس اف، وأفضل لاعب في أفريقيا من البي بي سي وجائزة الجولدن سامبا. ده بالنسبة مع فريق ليفربول. مع منتخب مصر لعب في تصفيات الأمم الأفريقية 3 لقاءات، سجل 4 أهداف وصنع هدفين. أما في بطولة كأس العالم لعب لقاءين سجل هدفين، وأخيرا في اللقاءات الودية سجل هدف وأحرز هدف. ده بالنسبة لمحمد صلاح اللي اختير أفضل لاعب في أفريقيا. قبل ما نروح بقى أو هنروح دلوقتي طبعا لأولى الفيديوهات وجائزة محمد صلاح واستلام الجائزة من رئيس الاتحاد الأفريقي السيد أحمد أحمد، وأيضا من جورج وايا رئيس دولة ليبيريا وأحد أساطير الكرة الأفريقية اللي توج بالجائزة الكبرى أفضل لاعب في العالم وكمان جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا. تعالوا نشوف محمد صلاح وأفضل لاعب في أفريقيا ونرجع نكمل مع حضراتكم. Monsieur le Président, nous sommes tous suspendus à ce que vous allez nous dire maintenant. Le meilleur joueur de l'année 2018, Mohamed Salah. Mohamed Salah, pour la deuxième fois, qui va rejoindre les légendes qui ont gagné le trophée plus d'une fois. Les Kanou, Drogba, Eto, Elhaj Diouf qui ont remporté plus d'une fois Mohamed Salah pour la deuxième fois. Voici mesdames et messieurs pour vous Africains, le meilleur footballeur africain de l'année, Mohamed Salah. Merci beaucoup avec on va accompagner Mohamed Salah quand même pour un discours. Le discours du vainqueur Cameroun. You may go, Excellency. You may. Good evening everyone. I can't believe it's been a year since I was last on this stage. This award for me is always, I always say this award for me is very big. I love it because I saw it when I was young. I had a dream to win it one day. So now I won it twice. And I'm very proud to win it twice. And I have to thank my family, my teammates, my fans. Everyone, he played a role in my career to make that happen today. I would love to dedicate this award for my country, Egypt. And I would love to dedicate this award to my country, Egypt. And good night. Thank you.
So thank you. Congratulations again, once again, Mohamed Salah, African player of the year. Merci beaucoup sous vos applaudissements, Mohamed Salah pour la deuxième fois meilleur joueur africain de l'année, le joueur de Liverpool. Now I'm disappointed that I didn't place a bet. I could have made a lot of money off that. Me? No, not you. That Mohamed Salah was going to win. طبعا محمد صلاح أهدى الجائزة لبلده مصر. ده أمر طبيعي جدا من واحد من لاعب عنده عقلية زي محمد صلاح وواحد من لاعبي كرة القدم اللي فعلا قدر إن هو ينجح بعقليته قبل ما يكون بمهاراته. ده كان محمد صلاح بعد استلام الجائزة. لكن محمد صلاح بقى هيحتفل إزاي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟ ده اللي كان مختلف وده اللي لفت أنظار كل السوشيال ميديا وحتى المقيمين في الحفل وعلى الحفل. وإزاي محمد صلاح احتفل؟ تعالوا نشوف احتفال محمد صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني حتى في توزيع الجوائز كمان ساديو ماني بياخد المايك من محمد صلاح، يعني في الملعب بياخد الكوره في الحفله بياخد منه المايك. بس معلش يعني بما ان الحفله بدل ما هي مقامه في السنغال والعاصمه السنغاليه ايضا دكار واللي اول مره بتقام عليها الحفل، فساديو ماني بقى ما دام هو ما كسبش الجائزه خلاص ليه حق ان هو يعمل اللي هو عايزه. طيب طبعا محمد صلاح من بعد الجائزه ومن بعد تتويجه ب جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بيطير على إمارة دبي في الإمارات، والإمارات الدولة العربية الشقيقة، بيفوز بجائزة الإبداع الرياضي المقدمة من سمو الأمير محمد بن راشد المكتوم. طبعا محمد صلاح تم استقباله استقبال الملوك، وكمان يعني هو محافظ بتواجده على الجائزة دي كل سنة، بيكون موجود طبعا بعد الإبداع اللي بيبدعوا في اوروبا مع ليفربول ومع منتخب مصر. كمان زي ما قلت لحضراتكم تم استقباله استقبال حاري جدا، واستقبال طبعا في الاول او في الاخر هو منظر حضاري رائع، وفي الاول وفي الاخر اسم مصر كمان هو اللي موجود مع محمد صلاح، وبالتالي شرف لينا كمصريين ان محمد صلاح يكون في 48 ساعه موجود في اكبر يعني من اكبر المحافل اللي موجوده عالميا، سواء تتويجه بافضل لاعب في افريقيا وكمان في الإمارات ودولة دبي. مش بس هو كان موجود محمد صلاح وكثير من المبدعين الرياضيين لعام 2018 اللي تم تكريمهم وحسن استقبالهم على أحسن ما يكون. كريستينا تامبي فازت بأفضل لاعب في أفريقيا، أفضل لاعبة في أفريقيا، وكمان فازت بأفضل هدف، وبالتالي هي لاعبة في جنوب أفريقيا. تم استقبالها في المطار عقب عودتها من العاصمة السنغالية دكار باستقبال رائع جدا، واستقبال كان فيه مفاجأة. كل زمايلها في الفريق والمنتخب كانوا حريصين على استقبالها في المطار علشان يقولوا لها شكرا ان انت شرفتينا، شكرا ان انت اخذتي افضل لاعب ونحن كلنا في ظهرك، وان انت ان شاء الله قدامك المستقبل طويل علشان تحققي نفس الجائزة كمان وكمان. تعالوا نشوف استقبال زمايل ولاعبي كريستينا تيمبي في المنتخب وفي الفريق في جنوب افريقيا استقبلوه ازاي في المطار، ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده كان استقبال كريستينا تيمبي في مطار جنوب افريقيا بعد فوزها بجائزتين. كلكم حضراتكم شفتوا الجائزتين، جائزه افضل لاعبه في افريقيا العام 2018 وايضا جائزه افضل هدف في عام 2018، وهي كمان
محتكر الجوائز كلها بسم الله ما شاء الله، واكيد طبعا يعني تستحق ان هي تكون موجوده. هنروح بقى لاخبار الكره العالميه شويه ونتكلم في اخر الاخبار اللي موجود. هنبدا مع حضراتكم بخبر خاص في الشامبيونز ليج، وهو خبر اعتقد ان هو خبر مفرح بالنسبه لكل جمهور فريق ليفربول وجمهور المصري بيشجع ليفربول. محمد صلاح كان المباراه الاخيره اللي جمعت ما بين فريق بايرن ميونخ واياكس امستردام حصل تدخل عنيف من توماس مولر تجاه احد لاعبين فريق اياكس امستردام، واللي طرد بعديها مباشره، علشان النهارده رسميا قرر الاتحاد الاوروبي لكره القدم ايقاف توماس مولر مباراتين في دوري الابطال علشان يتاكد رسميا انه يغيب عن لقاءين فريق ليفربول. زي ما حضراتكم شايفين ده ما كانش تدخل كره قدم، ده كان تدخل كاراتيه، جودو، مصارعه، اي نوع من انواع الالعاب العنيفه، ما كانش تدخل فيه كره قدم خالص. الستارز الجزمه كان في دراس لاعب فريق اياكس، فبالتالي لاعب فريق اياكس اكيد اصيب اصابه كبيره، وفي نفس الوقت توماس مولر اخذ كارت احمر على الفور علشان يغيب، هو واحد من الركائز القويه والاساسيه مع فريق بايرن ميونخ في مشواره سواء في الدوري او في دوري الابطال. توتنهام يحدد 250 مليون يورو للاستغناء عن اريكسون. طبعا الارقام المبالغ فيها بقت خلاص ترند بعد عثمان ديمبلي وبعد كوتينيو وبعد قبليهم جاريث بيل وبول بوجبا، حاجز ال 100 مليون ما بقاش فيه مشكله. لكن هل فعلا حاجز ال 200 مليون اللي اول واحد بدا بيه هو نيمار 222 مليون يورو خرج بيهم من برشلونه لباريس سان جيرمان، هو ده اللي هيبقى الترند الفتره اللي جايه؟ اريكسون طبعا واحد من اللعيبه الكبيره، واحد من اللعيبه العظيمة جدا في الدوري الانجليزي ومع فريق توتنهام، لكن 250 مليون يورو هو رقم كبير جدا 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 بالنسبة لفريق توتنهام للاستغناء عن لاعب زي اريكسون. اريكسون بالمناسبة او رئيس نادي توتنهام واحد من الرؤساء الشطار جدا في البيع، استفاد من جاريث بيل واستفاد من لوكا مودريتش، وفي نفس الوقت هو بيطلع لعيبة، ما بيشتريش لعيبة بمبالغ كبيرة وبيطلع لعيبه صغيره او بيشتري لعيبه بمبالغ زهيده جدا، وبينجح ان هو ينجمها ويلمعها وبيبيعها تاني بارقام خزعبليه. زي ما احنا سمعنا قلت لحضراتكم جاريث بيل ولوكا مودريتش الاثنين خرجوا ريال مدريد بمبالغ خياليه، وايضا عنده اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه، بنتكلم في اريكسون وبنتكلم في هاري كين وكمان ديلي الي، هنشوف هيعملوا ايه في الصيف المقبل سواء بالانتقال خارج توتنهام او البقاء مع فريق توتنهام هوتسبيرز. يوفنتوس يضع اسكو كهدف للتعاقد معه بالصيف المقبل. يوفنتوس حدد قيمة انتقال اسكو من 70 ل 80 مليون يورو علشان يتعاقد معه. يوفنتوس عنده لعيبة كتيرة جدا مميزة في المنطقة الهجومية، عنده رونالدو، عنده ديبالا، عنده مانزوكيتش، كمان اسكو لو كان موجود يعني يوفنتوس يحاول يصنع كل المستحيل علشان يفوز بالدوري الأبطال هذا الموسم، وكمان علشان يفضل بقى حتى بعد رونالدو بعد ما يرحل يبقى عنده لعيبة صغيرة في السن يعرفوا ان هم يحافظوا على استقرار نادي يوفنتوس. يوفنتوس واحد من الأندية اللي انا لو اعتقد ان رونالدو نجح معاهم ان يفوز بدوري الأبطال اعتقد انه هيكون انجاز ما بعده انجاز، وفعلا رونالدو هيكون هو رجل المستحيل بيحقق لقب دوري الابطال مع كل فريق بيكون موجود فيه. اتكلم على يوفنتوس بالاخص وتحديدا علشان يوفنتوس فشل في تحقيق دوري الابطال طوال تاريخه. مانشستر يونايتد يسعى لضم كوليبالي مدافع نابولي بالصيف المقبل. كوليبالي الغريب ان هو في السنغال حصل على جائزه افضل لاعب محترف او افضل لاعب سنغالي لعام 2018 في الوقت اللي ساديو ماني بيفشل في تحقيق اللقب محليا، لكن ساديو ماني بينجح انه يكون ثاني افضل لاعب في القاره السمراء لعام 2018. طيب نابولي طالب كام في كوليبالي؟ نابولي طالب 120 مليون يورو، ده بالنسبه لضم كوليبالي. كوليبالي واحد من المدافعين الاقوياء جدا 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 اللي انا اعتقد لو راح لمانشستر يونايتد اعتقد ان هو هيظبط الناحيه الدفاعيه اللي محتاجه شغل كتير جدا من جانب سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الحالي. تشيلسي يرفض عرضا مقدما من برشلونه لضم ويليان. كان بقى العرض؟ 50 مليون يورو زائد مالكوم المنتقل حديثا من الدوري الفرنسي. مالكوم ده كان ليه قصه وليه حكايه ان روما وبرشلونه
اتخانقوا عليه. روما الاول اعلن تعاقده مع اللاعب في الوقت اللي برشلونه بيعلن او بيبعت عرض لفريق مالكم، اللي بعديها على طول مالكم بيغير وجهته الى نادي برشلونه علشان يتعاقد مع مالكم. عمل ايه مع برشلونه هذا الموسم؟ ما لعبش معاهم غير دقائق معدوده جدا، وفي نفس الوقت برشلونه بيحاول ان هو يدخله في اي صفقه تبادليه علشان يستفيد باللاعب زي حضراتكم شايفين ويليام، اللي هيكون احد الحلول المهمه جدا لبرشلونه خلال الفتره القادمه. طبعا الاتحاد الاوروبي لكره القدم عدل القانون بحيث ان ممكن لاعب يتم انتقاله من نادي لنادي في الانتقالات الشتويه ويقيد في دوري الابطال ويلعب مع الفريق. قبل كده ما كانش ينفع لاعب في موسم واحد يلعب لاكثر من ناديين في دوري الابطال، والشرط ده هو اللي خلى السوق الشتويه منتعشه من حيث التعاقدات، وكله بيجري ورا لعيبه علشان يتعاقد معاها علشان يقوي فريقه سواء في الدور الثاني من بطوله الدوري او المشوار اللي هيبدا من شهر فبراير ودوره 16 في دوري الابطال. ايقاف مهاجم ساوثامبتون مباراتين لاشارته المسيئه امام السيتي هو تشارلي اوستن زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا الاتحاد الانجليزي او رابطه اللعيبه المحترفين في انجلترا صارمه جدا، ودايما بيبقى ليها قرارات حاسمه بتكون على الفور، علشان زي ما حضراتكم عارفين كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه، كل واحد يكون عارف هو دوره ايه، اللاعب لاعب والمدرب مدرب والحكم حكم والجمهور جمهور. بايرن ميونخ يصارع برشلونه للتعاقد مع رابيو، اعتقد ان موضوع رابيو انتهى. رابيو خلاص من وجهه نظري ان هو انتقل لبرشلونه، لكن برشلونه بيحاول جاهدا على انه يشتري الست شهور المتبقيه من عقد رابيو من باريس سان جيرمان، سواء بقى ب 10 مليون 5 مليون، لكن في كلام على ان رابيو خلاص رسميا مضى لنادي برشلونه بدايه من الموسم المقبل، هينتقل ليهم مجانا، وبالتالي عقد رابيو هيكون حوالي 10 مليون يورو سنويا. ده فارق جدا مع اللاعب علشان هو انتقل الى نادي برشلونه بدون اي مقابل، لكن هل برشلونه هينجح في شراء اللاعب الست شهور القادمه علشان يلعب معاه في دوري الابطال، ولا بايرن ميونخ لما دخل في الصفقه رابيو بدا ان هو يفكر؟ لكن المعلومه اللي عندي ان رابيو انتقل رسميا الى نادي برشلونه. يوناي امري يؤكد عدم تعاقد ارسنال مع صفقات جديده في الشتاء. اي يوناي امري المدير الفني الحالي لنادي ارسنال قال ان فريقه مش محتاج اي صفقات ولا تدعيمات في الفتره الحاليه، ومحتاج استقرار ومحتاج تركيز سواء في بطوله الدوري الانجليزي او في اليوروبا ليج اللي هو اكيد واحد من اقوى المرشحين للفوز بالبطوله. الحاجه الوحيده اللي ممكن نتكلم فيها على ارسنال هو محمد النني، ان هو جاي له عروض كبيره جدا سواء خارج البريمير ليج او داخل البريمير ليج، لكن محمد النني انا اعتقد ان هو يكون متواجد مع ارسنال هذا الموسم، وممكن من الموسم القادم يفكر في الانتقال سواء داخليا او خارجيا. السلطات الامريكيه تطالب بخضوع رونالدو لتحليل الدي ان ايه. رونالدو طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي صوره من 2009، ورونالدو متهم بجريمه اغتصاب في الولايات المتحده الامريكيه، وهنشوف ايه اللي هيحصل فيه. ايقاف لوفرين مباراه دوليه واحده بسبب تصريحاته ضد راموس. لوفرين عمل نفسه فيها الواد الشهم الواد الحمش اللي خرج من المباراه وبيتكلم في تصريحات فيها بعض او نوع من انواع العنصريه تجاه راموس، وكان في تدخل عنيف ما بينهم في الوقت اللي الاتحاد الاوروبي وقع عقوبه على لوفرين مباراه دوليه واحده فقط علشان يبقى بعد كده يتكلم كل كده. ودي تاني مسج مهمه جدا جدا لكل اللعيبه اللي موجوده في مصر وافريقيا وايضا الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، ان دايما العقوبات لما بتكون لاذعه وبتكون في وقت سريع الموضوع بيمشي بشكل مستقيم جدا جدا. ونافاس يتسلم جائزه افضل رياضي في امريكا اللاتينيه. نافاس يعني راجل لا بيشارك مع ريال مدريد وريال مدريد بيخسر، والراجل ملوش ذنب في اي حاجه، وتعاقده مع كورتوا وكورتوا بدل ما كان جاي عشان ينقذ الريال بيخش فيه في المباراه هدف واثنين وثلاثه واربعه. فنافاس يعني كتر خير الدنيا وكتر خير امريكا اللاتينيه ان هي اختارته افضل رياضي يستحق، ما بيعملش مشاكل يعني حتى في عدم لعبه مش بيطالب حتى ان هو يلعب، لكنه اعتقد ان بدايه من الموسم المقبل ممكن نافاس ينتقل، وممكن من الاقرب الانديه اللي ممكن تتعاقد مع نافاس
هو أرسنال الإنجليزي. رسميا فالنسيا يقطع إعارة باتشواي. باتشواي بعد ما تألق مع بروسيا دورتموند بيرجع تاني لفالنسيا علشان فالنسيا محتاجه، وأنا أعتقد إن ده يعني بالنسبة لباتشواي ده ما كانش قرار مناسب تماما. هو كان مبسوط مع دورتموند ومتصدر الدوري الألماني، لكن فالنسيا يعني متعثر بعض الشيء في الدوري الإسباني. لكن هل باتشواي هينقذ فريق دورتموند ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه. ويوريانتي الأفضل في ريال مدريد لشهر ديسمبر. طبعا يوريانتي تألق مع الريال في كأس العالم للأندية، وأيضا تألق معهم في بطولة الدوري، وبالتالي يستحق جايزة الأفضل في شهر ديسمبر بالنسبة لأفضل لاعبي فريق ريال مدريد. أما رئيس بنفيكا فطبعا يعقد جلسة مع مورينيو لإقناعه بقيادة الفريق، وده أمر أنا أعتقد أنه شبه مستحيل. يوفنتوس يحسم صفقة رامسي مجانا. طبعا يوفنتوس لقى رامسي خلاص عقده بينتهي، وبالتالي وقع معاه عقده، واللاعب بيستفيد ان هو هياخد اعلى عائد مادي، وكمان النادي طبعا النادي كمان غير ان هو هيستفيد ان هو ماديا من اللاعب، كمان يوفنتوس هيستفيد ان هو مش هيدفع ولا مليم لنادي ارسنال. يورجن كلوب يؤكد غياب ادم لالانا ولوفرين وجوميس عن مباراه برايتون، وكمان خبر خاص بكلوب بيحصل على جائزه افضل مدير فني في الدوري الانجليزي واحسن لاعب في الدوري الانجليزي لشهر ديسمبر، هو كان فيرجيل فان دايك. اقاله ستانينج من تدريب سوريا بعد السقوط امام الاردن. منتخب سوريا بصراحة منتخب الأردن منتخب قوي جدا، وكانت نتيجة طبيعية لمنتخب الأردن بعد ما تألق في المباراة الأولى أمام المنتخب الأسترالي أنه بيرجع وبيفوز على المنتخب السوري بهدفين مقابل لا شيء. واتحاد جدة يضم بريوفيتش لأربع سنوات ونصف، وطبعا ده زي ما حضراتكم شايفين يعني أحد اللعيبة اللي كانوا متألقين في الدوري اليوناني، ومع فريق فاوك. لكن غريب جدا وقرار غريب جدا، لكن انا اعتقد ان الموضوع كان فيه اغراءات ماديه غير طبيعيه مقارنه بالمقابل المادي اللي كان بيتقاضاه بريوفيتش مع نادي فاوك اللي بيلعب معاه في الفريق عمرو. توقعات بعوده اوزيل لقائمه ارسنال امام وستهام. لما نشوف طبعا كلنا بنكون مبسوطين لما بنشوف لعيبه مهاريه ولعيبه على اعلى مستوى بتمتعنا في الملعب زي مسعود اوزيل موجود مع فريقه. واخر خبر نوتنغهام فورست يقبل استقالة كارانكا. كارانكا واحد من الأساطير كرة القدم اللي خاض تجربة التدريب لوحده ومنعزلا ومنفصلا، لكنه بيفشل مع نوتنغهام، ونادي نوتنغهام فورست بيقبل استقالته. نروح لأخبارنا لأخبار لاعبتنا المحترفين بعد ما قلنا لحضراتكم أخبار العالمية، ونبدأ معاكم فيرمينيو يوجه رسالة خاصة لصلاح. وطبعا يعني وجه روبرت فيرمينيو مهاجم نادي ليفربول التهنئه لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وهداف ليفربول بمناسبه حصوله على جائزه افضل لاعب في افريقيا لعام 2018. ورده على رادار كبار الدوري التركي. كشفت تقارير صحفيه تركيه ان نادي باوك تلقى عرضين من عملاقي الكره التركيه فنربخشة وبشكتاش من اجل التعاقد مع عمرو ورده لاعب وسط منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ولسه نادي بقى باوك هيدرس العروض وهيشوف ايه اللي هيقدر يوصل معاه علشان يكون في استفادة مادية لنادي باوك، وايضا يكون في استفادة مادية، والاثنين في الاخر من مصلحة اللاعب والفريق ان هم يصبروا ويشوفوا ايه احسن عرض. احمد حجازي يعود الى حسابات ويست بروميتش قبل مواجهة نورويتش سيتي. طبعا استعاد ويست بروميتش البيون خدمات لاعبه الدولي المصري احمد حجازي قبل مواجهه نورويتش سيتي اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت ضمن مباريات الجوله 27 من دوري الدرجه الاولى الانجليزي تشامبيونشيب. وداري مور خلاص بيعتزم على الاعتماد على خدمات احمد حجازي خلال مباراه بكره ان شاء الله بعد العوده من الاصابه. ويست بروميتش اخيرا بيحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطه. فريق قاسم باشا يضحي ب 26 مليون يورو من اجل الحفاظ على تريزيجيه ودياني. لسه قاسم باشا مصمم على عدم الاستغناء على محمود حسن تريزيجيه. قلت لحضراتكم ان محمود حسن تريزيجيه مش هيمشي خالص دلوقتي، هيمشي في الصيف المقبل. ده كلام مؤكد وعلى مسؤوليتي الشخصيه. ده لو حاجه بقى يعني خارجه عن كل الايرادات اللي ممكن تتخيلوها حصلت في موضوع محمود حسن تريزيجيه.
طيب محمد صلاح وتصريح على لسانه الفوز بكأس القارة أو بكأس أفريقيا قصده، هدفنا والوقت مناسب لاستعادة أمجاد الماضي، وقال إن فرصة كبيرة جدا إن مصر ومحمد صلاح إن هم يفوزوا ببطولة أفريقيا اللي هتقام على أرض مصر زي ما منتخب مصر حققها في 2006 ومن قبلها سنة 86 وقبليها في أول بطولة منظمة من قبل الاتحاد الأفريقي أيضا كانت في مصر منتخب مصر فاز بيها، لازم منتخب مصر يحقق اللقب. وأخيرا مدرب فريق قاسم باشا يكشف أسباب تمسكه بتريزيجيه. طبعا مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا كشف سر تمسكه بخدمات محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر رغم العروض العديدة، وقال إن هو واحد من اللعيبة المؤثرة اللي بيعتمد عليها، وإن تريزيجيه لو مشي في نص الموسم فريق قاسم باشا هيقع بلغة الكورة ومش هيعرف إن هو يعتمد على لاعب غيره يخش في صفوف الفريق سريعا ويحصل يعني انسجام ويحقق نفس المردود اللي بيحققه تريزيجيه. فعشان كده قلت لحضراتكم ان تريزيجيه مش هيمشي الموسم الحالي. هنبدا معاكم عشان الوقت بيجري بسرعه مع حضراتكم. طبعا حضراتكم متعودين على فقره الفيديوهات، فقره الفيديوهات هي فقره المحببه لدى الجمهور اللي بيتابعنا، ودايما بنجيب لحضراتكم فيديوهات متنوعة، فيديوهات مش بتلاقوها غير هنا في وورلد سبورتس على قناة الأهلي، ودايما بيكون فيها حاجات مختلفة، بنحاول نجيب لحضراتكم حاجات بره الصندوق، بره بقى الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي عشان كلكم بتتابعوها وكلكم بتشوفوها، لكن الحاجات اللي بره الدوريات هي دي اللي بتكون غريبة وهي دي اللي بتكون دايما مميزة. طبعا يعني رونالدو واحد من الأساطير كرة القدم العالمية، وفي نفس الوقت رونالدو أكيد طبعا يعني جائزة زي جلوب سوكر اللي كانت مقدمة في الإمارات رونالدو كان حريص إن هو يكون موجود فيها وإنه يتكرم بشكل يليق برونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات من فرانس فوتبول والبالوندور وأيضا مرتين من الفيفا، علشان كده رونالدو كان حريص جدا على إنه يكون موجود في الإمارات لاستلام جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في عام 2018. تعالوا نشوف احتفال رونالدو واستلام جائزة 2018 من جلوب سوكر ونرجع نكمل مع حضراتكم. ملخص كلام رونالدو، قال ان هو بيشكر كل القائمين على الجائزة لاختياره لأفضل لاعب في 2018، كان موسم عصيب وبيكمل سلسلة انتصاراته وتجميع الجوائز بعد ما فاز بدوري أبطال أوروبا، كمان بيتمنى فوزه مع يوفنتوس ببطولة الدوري وأيضا بدوري الأبطال. لكن السؤال هنا هسأل حضراتكم، لو أي واحد أو أي لاعب كرة قدم مسافر علشان يستلم جايزة وبالتالي هيكون في أجازة من التدريبات مع فريقه، هل اللاعب هيقعد لمدة 2-3 ما يتمرنش؟ ممكن لاعب يقول 2 مش هيحصل فيهم أي حاجة، هرجع أتمرن بدل التمرين 2 وهعوض الأيام اللي فاتتني من التدريبات. لكن الكلام ده مش مع رونالدو، رونالدو بيروح أي مكان دايما بيكون حريص على إنه يتدرب وعلى إنه يكون يجري أيا كان إيه ظروفه، عشان كده رونالدو في إقامته في دبي بيستغل وجوده وأيام عطلاته أو أيام أجازاته اللي موجود فيها علشان يستلم الجايزة، وبيكمل تدريباته اليومية الفردية بشكل قوي. رونالدو بقى عمل إيه علشان يتمرن؟ ده الموضوع اللي حضراتكم هتشوفوه، وأمر كان غريب جدا جدا جدا، بالليل وسط الصحراء رونالدو بيكمل تدريباته علشان دايما يكون على فرنته ودايما علشان لما يرجع ليوفنتوس يكون على أتم استعداد لأولى لقاءاته في الدوري الإيطالي. تعالوا نشوف رونالدو استعد ازاي واتمرن ازاي في أيام أجازاته ونرجع نكمل مع حضراتكم.
طبعا يعني مش بس رونالدو اللي بيجري، ده واخد ابنه معاه غصب عنه علشان يجري، وحاجه كويسه جدا على فكره انه دايما لما تكون عايز ابنك يطلع رياضي من صغره وتكون حريص على انه تعرفه ان الموضوع مش سهل، مفيش حاجه سهله خالص في كره القدم، وده اللي اي حد نجم عارف الموضوع ده، عشان توصل لازم تتعب، محدش بياخد كل حاجه. النجم اللي حضراتكم بتشوفوه ده اللي بيكون معاه فلوس وبيكون معاه شهره وبيكون معاه حب ناس دايما بيضحي بحاجات كتيره جدا 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 في سبيل تحقيق الغايه اللي هو بيفكر فيها او هو بيحتاج ان هو يوصل لها. طيب كلنا شفنا وتابعنا الاسبوع الماضي على تعاقد فريق ريال مدريد مع لاعب اسمه ابراهيم دياز. مين بقى ابراهيم دياز وايه قصته وازاي انتقل من مانشستر سيتي لبرشلونه ولريال مدريد اسف، وايه اللي حصل وايه معلومات عنه وازاي طلع فجاه وكل الكلام اللي حضراتكم بتسالوا عنه. مبدئيا ابراهيم دياز مواليد 3/8/1999، عنده 19 سنه، بلده طبعا اسبانيا ومولود في مدينه ملقا. مركزه بيلعب في وسط الملعب. بدا يعني بكره القدم من موسم 2010 ل 2013، لعب في فريق ملقا. فريق ملقا هو فريق المدينة اللي اتولد فيها إبراهيم دياز، وانتقل من 2013 لنادي مانشستر سيتي، ويقال ان جوارديولا هو المدرب اللي اكتشف اللاعب علشان ياخده معاه لصفوف مانشستر سيتي من 2013 ل 2016. ده بالنسبة لكارير إبراهيم دياز في مرحلة الناشئين. اما في مرحلة الكبار والفريق الاول، من 2016 بدأ ان هو يكون موجود مع الفريق الاول للسيتيزنز لعام 2019، لعب معاهم 5 لقاءات في الوقت اللي عقده كان بينتهي فيه، وقرر نادي ريال مدريد انه يتعاقد مع اللاعب، لكن اللاعب كان ناقص له 6 شهور في عقده، فقرر ريال مدريد ان هو يتفاوض مع السيتيزنز ومع مانشستر سيتي على قيمه 6 شهور المتبقيه من عقد اللاعب، ووصلوا لقيمه 15 مليون يورو علشان اللاعب ينتقل ليهم ويكون متاح في فتره الانتقالات الحاليه. وبالتالي ابراهيم دياز بينتقل الى فريق ريال مدريد، بيلعب في مركز وسط الملعب ان شاء الله، او هل هو هيكون من اللعيبه اللي هتحقق احلامها مع فريق ريال مدريد؟ احنا نتمنى ذلك طبعا، بما ان ريال مدريد واحد من الانديه الكبيره، فاحنا اي حاجه للانديه الكبيره بتكون عايزه تعملها كلنا بنكون داعمين، علشان كل بيعود علينا بالنفع في الاخر من الاستمتاع والاستقرار، سواء في ريال مدريد سواء في برشلونه سواء في ايطاليا او سواء في انجلترا. اخر حاجه، ابراهيم دياز شارك مع منتخب اسبانيا تحت 17 سنه 10 لقاءات، وتحت 19 سنه 10 لقاءات، وتحت 21 سنه مع منتخب اسبانيا المباراه واحده فقط. تعالوا نشوف تقديم ابراهيم دياز لجمهور ريال مدريد من ملعب سانتياغو برنابيو، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو بيكون معانا بعض من الاهداف الرائعه اللي فريق ريال مدريد بيستعرض مهاراته فيها، كلنا بنشوف كل اسبوع بنجيب لحضراتكم 4 أو 5 أهداف بيكونوا كلهم احسن من بعض. قلت لحضراتكم الاسبوع الماضي اختاروا معايا احسن هدف، وكمان هقول لحضراتكم الاسبوع ده اختاروا احسن هدف من ال5 أهداف اللي حضراتكم هتشوفوها من جانب فريق ريال مدريد، اللي كلهم عندهم مهاره عاليه جدا وكلهم بيستعرضوا مهاراتهم من خلال. بول بوجبا واحد من اللعيبه اللي دايما عليها الجدل جوه وبره الملعب، لكن بره الملعب بيكون عليه جدل اكبر، سواء مع مشاكله مع مورينيو، وهو كان عنده حق، واول ما مورينيو مشي تالق بشكل كبير جدا مع سولشاير اللي نفسيا بيعرف يتعامل مع لعيب. لكن بول بوجبا عمل تصرف انا اعتقد يعني انه ممكن ما حدش يصدق، لكن الفيديو ده حقيقي 100%. بول بوجبا وهو بيعمل حوار مع احد القنوات التلفزيونيه في انجلترا كان هيتعرض لموقف لولا سرعه البديهه والمهاره اللي عنده بول بوجبا، وكمان ادهش كل الناس اللي واقفه من القناه التلفزيونيه ان كان تصرف بول بوجبا سريع وفي ذكاء عالي جدا. بول بوجبا بقى عمل ايه؟ تعالوا نشوف. حد غيره كان قام وجري وخاف الكره تيجي فيه، لكن بيقولوا لي في الاير بيس هو ازاي حس بيها؟ يعني ده سنس لاعب كره القدم اللي بيبقى عارف ان الكره جايه له في ارتفاع معين فهو هيتعامل معاها ازاي. بوجبا واحد من امتع اللعيبه اللي بنشوفها جوه الملعب وايضا خارج الملعب، مش بس على مستوى كره القدم، لا ده على مستوى الترفيهي، يعني مرفه جدا وبيعمل فيديوهات مثيره للجدل زي باتريس ايفرا لاعب مانشستر السابق. لكن واضح ان اي لاعب بيكون موجود في مانشستر بيكون جوه وبره الملعب عليه جدل كبير جدا وواسع. طبعا الدوري الامريكي، ويعني دايما بنحاول نجيب لحضراتكم اهداف بره الصندوق، بره الدوريات اللي كلكم بتتفرجوا عليها، عشان كده الام ال اس فيه اهداف ممتعه واهداف رائعه
اعتقد ان احنا يعني مش بنتابعها ولا بنشوفها، علشان كده بنجيبها لحضراتكم معانا في فوريو سبورتس. واحد من امتع الاهداف واحسن الاهداف في عام 2019 في الدوري الامريكي. نروح نشوف ونرجع نكمل تاني. في احد الدوريات اللي بنقول عليها دوريات الهواه، كان في مباراه غريبه جدا. المباراه كانت بين احد الفريقين طبعا، وكان فريق متفوق على الفريق الاخر باربع اهداف مقابل لا شيء. لحد الدقيقه 85 المباراه كانت 4-0، لكن كلنا شفنا طبعا ريمونتادا، طبعا برشلونه وباريس سان جيرمان، كلنا شفنا ريمونتادا. يعني في فرق كثيره جدا شفنا ليها عوده بعد ما كانت متاخره بثلاث واربع اهداف، لكن دقيقه 85 اربع اهداف مقابل لا شيء. هل حضراتكم تتخيلوا ان ممكن فريق يعود من 4-0 ل 4-4، او ممكن حتى من 4-0 ل 4-3؟ وازاي فريق يفرط في فوز بعد ما ناقص على المباراه 5 دقائق؟ اعتقد ان احنا لو حسبنا كل الحسابات وفكرنا في كل التفكيرات اللي ممكن تحصل خلال المباراه، ما اعتقدش ان ده ممكن سيناريو يحصل خالص. لسببين: اول سبب المدير الفني للفريق الكسبان بيامن دفاعاته كويس جدا، وبيبدا ان هو يامر لعبته ان هم يلتزموا بالمنطقه الدفاعيه فقط لا غير، والفريق المنافس خلاص بيكون استسلم وما عندوش اي دافع من دوافع الحياه ان هو يحقق 4 اهداف او حتى 3 اهداف، بيكون الموضوع صعب جدا نفسيا ومعنويا. لكن كره القدم دايما مش بس في الدوريات الكبيره بيكون فيها امتاع، لا ده كمان في الدوري الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، حتى في دوريات الهواه بيكون فيها متعه. لكن المتعه والاثاره اللي بنجيبها لحضراتكم ودايما بنشارككم فيها ان انتم بتتفرجوا عليها معانا. 4-0 في الدقيقه 85، ايه اللي ممكن تتوقعه؟ هل ممكن فريق يكسب ولا فريق يتعادل ولا ايه السيناريو اللي ممكن يمشي؟ تعالوا نشوف مباراه في احد الدوريات الدرجه الثانيه من احدى البطولات بعد ما كانت النتيجه 4-0 وفي الدقيقه 85، ايه بقى اللي حصل؟ ده اللي احنا هنشوفه. ده درس بسيط لكل لاعبي كرة القدم، مش بس اللعيبة أيضا المدربين والجمهور، إن مفيش فعلا مستحيل في كرة القدم. مفيش مستحيل احنا عارفينها، إن النادي الأهلي هو اللي بيضرب مثل في مفيش حاجة مستحيلة، دايما النادي الأهلي بيفوز أو بيفضل عنده أمل لحد ما الحكم يصفر صفارة نهاية المباراة. علشان كده شفنا الحماس والإصرار والعزيمة من الفريق المنافس. 4-0 ودقيقة 85 يسجل هدف والتاني والتالت والرابع، وكمان بيلعب بره ملعبه، بيلعب في ملعب فريق المنافس، وبالتالي يعني كرة القدم دايما مشوقة وممتعة. كلنا شفنا الروح والعزيمة والإصرار، لعيبة مدربين جمهور، فطبيعي كرة القدم تستحق ان هي تكون اللعبة الأكثر شعبيا، اللعبة الأكثر إثارة، واللعبة الأكثر جماهيرية في العالم. من دوري الهواه للفرق الاولى او للفريق الاول هنروح لدوري الشباب. دوري الشباب ودوري الناشئين دايما بيكون فيه اهداف ممتعه واهداف في مواهب او لمواهب اكيد هيكون ليها شان ومستقبل كبير جدا. علشان كده جبنا لحضراتكم احد الاهداف الرائعه اللي تم تسجيلها في دوريات الشباب، ونرجع نكمل مع حضراتكم. هو معلم، يعني معلم، واضح ان هو لاعب عنده شخصيه. وبالمناسبه كلمه شخصيه دي حضراتكم مش كلمه كده والسلام، لا، كلمه شخصيه في ولد صغير في السن دي بتكون ليها مردود كبير جدا لما بيكبر اللاعب وهو صغير في السن. لما يكون عنده شخصيه، لما يكون هو صاحب القرار، لما يكون هو عارف مصلحه نفسه، بتفرق بشكل كبير جدا لما بيكبر وبيلعب فريق اول. لاعب ياخد القرار ان هو يعدي واحد على واحد ويروح انفراد بالجون، ويكون عارف ان هو هيلعبها بالشكل اللي فيه استعراض، لكن هتيجي هدف وتيجي هدف، اعتقد ان دي حاجه كبيره جدا جدا تتحسب للاعب وايضا للمدير الفني. وكل مدير فني لما بيتعامل مع لاعب هو هنا بقى حته تربيه الشخصيه، او ان كل مدير فني يظهر كل لاعب وشخصيته تبقى عامله ازاي عشان تفرق معاه في مستقبله. طبعا في لعيبه بتستجيب وفي لعيبه مش بتستجيب، وده بحكم كل واحد وطبيعه استجابته من الاخر. طبعا يعني اهداف كره القدم وفيديوهات كره القدم حتى الاستعراضيه بيكون ليها اشكال كتيره جدا، لكن اللي لفت انظارنا كلنا ان الفيديو اللي جاي معانا ده تسجيل هدف، يعني بشكل معرفش هو عملها ازاي بقى، شاطها وقف الفيديو، يعني حاجات غريبه كده بتحصل مش عارف اشرح لحضراتكم طبعا الفيديو، علشان هو انا مسميه فيديو فوتوشوب. فيديو فوتوشوب ازاي بقى بيحصل؟ احنا عارفين ان الصور هي اللي بيكون فيها فوتوشوب، لكن الفيديو كمان بيحصل فيه فوتوشوب؟ تعالوا نشوف. Oh my
goodness, you cannot write the script for this, Rob. This is unbelievable stuff. And then the chapter in the incredible story of this little man. Oh my goodness, you cannot write the script for this, Rob. This is unbelievable stuff. And then the chapter in the incredible story of this little man. يعني حاجات كتيره جدا دخلت في الفيديو بقى، مونتاج وفوتوشوب ويعني تاثيرات صوتيه ضوئيه زي ما كل المخرجين بيقولوا، لكن هو طبعا صعب جدا جدا ان هو يعني نشرح حضراتكم، لكن هو كان لازم نعرضه ليكم. فيديو فيه طبعا نوع من انواع الترفيه وحاجه جديده في عالم كره القدم. خيمت رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ يعني مميز بكذا حاجه زي ما عرضنا لحضراتكم الاسبوع الماضي، ومميز في كرة السلة وفي المهارة في تسجيل كرات الثلاثية، أيضا مميز في تحدي الووتر فليب. الووتر فليب أو البوتل فليب هو مشهور في مع كل أطفال المدارس اللي عندهم فئات عمرية صغيرة، وكمان لاعبي كرة القدم دايما بيكون في إزازة بيحدفوها وبيحاولوا إن هم يعدلوها لما تتحدف. خيمس رودريجيز كان عامل تحدي وسط اللعيبة كلها ما كانت قاعدة، عمل إيه في التحدي وإزاي احتفلوا بيه بعد ما كسب؟ تعالوا نشوف. Jovi, esa es, esa es. Ah, nossa, así você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Jovi, esa es, esa es. Ah, nossa. Así você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. كلنا اكيد عارفين لعبه الفورتنايت. الفورتنايت مش بس لعبه احنا عارفينها، لا ده كمان الفئات العمريه من الشباب الصغير بيلعبها. دخلت في احتفالات اللعيب، في منهم اللي بيعرف يعملها وفي منهم اللي مش بيعرف يعملها. انا عن نفسي ما اعرفش اعملها، هي بتبان سهله لكن تنفيذها بيكون صعب جدا جدا جدا. مين ملك الحاجات دي كلها؟ طبعا نيمار، مفيش غيره. نيمار هو ملك الاحتفالات وملك التقليع وملك الاشكال الغريبه اللي بيقعد يعمل بيها نيو لوك، سواء بقى شعره، سواء بقى طريقه لبسه، جزمته، خروجه في الشارع، حاجات كتيره جدا نيمار مميز فيها. لكن الغلبان مبابي ما بيعرفش يعمل اي حاجه خالص، فعايز يتعلم بقى من نيمار. فنيمار هنا بيبقى بيقوم بدور الاستاذ، وامبابي بيكون هو التلميذ وبيقول له ازاي بتعمل حركه فورتنايت او الاحتفال والرقصه اللي طبعا بتخص فورتنايت، بتعملها ازاي؟ علماني عشان عايز احتفل بيها في الملعب. وده اللي نيمار فعلا نجح ان هو يعلم بيها امبابي. يعلمه ازاي بقى؟ تعالوا نشوف. ده كان نيمار الأستاذ. أخيرا نيمار بيفلح في حاجة يعني يكون ناجح فيها بره كرة القدم خارج الملعب. طيب أخيرا آخر فيديو موجود معانا قبل ما نروح نفكر حضراتكم تاني باللقاءات اللي هتتلعب أو بتتلعب النهاردة وبكرة إن شاء الله. ماركوس راشفورد واحد من اللعيبه اللي عندها مستقبل واعد جدا مع نادي مانشستر يونايتد، لكن ازاي بقى راشفورد بينمي سرعته وبينمي مهاره السرعه؟ السرعه بتبقى يعني من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل واحد بينميها او كل واحد عنده مهاره بيحاول ان هو ينميها. ازاي راشفورد بينمي المهاره والسرعه الكبيره جدا جدا اللي عنده دي؟ بيكون عن طريق اداء بعض التدريبات خارج الملعب. ازاي هي بقى بيتم الاتفاق عليها، بيتم تنفيذها؟ ده بيكون ما بينه وما بين التنسيق مع مدرب الاحمال. ما ينفعش لاعب كره قدم يقرر من دماغه ان هو يتمرن تمرينات تكون معاكسه للتدريبات والاحمال البدنيه اللي بيتعرض ليها اللاعب من خلال تدريباته مع الفريق. وبالتالي راشفورد في تدريباته المنفرده بيكون ليه طريقه معينه وتنميه بشكل معين في تطوير سرعته المميز بيها جدا جدا جدا. تعالوا نشوف ازاي راشفورد بينمي موهبة السرعة ونرجع نختم مع حضراتكم.
ده كان ماركوس راشفورد النفاثة البشرية، واحد من أسرع اللعيبة اللي موجودين مع نادي مانشستر. يعني قبل ما نختم مع حضراتكم هنقول لحضراتكم بعض اللقاءات اللي بتقام حاليا سواء في دوري الأبطال وكمان في لقاءات بكرة سريعا. حاليا نادي حرية كوناكري بيلعب مع نادي الترجي التونسي، المباراة 0-0. لوبي ستارز بيلعب مع سان داونز والنتيجة 0-0. المباراة بدأت الساعة 6 بالتوقيت القاهرة. بكرة إن شاء الله طبعا نادي الأهلي هيلعب إن شاء الله لقاءاته الأولى في دوري الأبطال أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. بكرة بفكر حضراتكم تاني باللقاءات سواء في الدوري الفرنسي، فريق باريس سان جيرمان هيلعب خارج ملعبه ضد فريق أمي، والدوري الأسباني هيكون في لقاءات فالنسيا وبلد الوليد، وأيضا جيرونا وديبورتيفو ألافيج وفياريال ضد ختافي. في البريمير ليج وست هام يونايتد الساعة 2:30 مع فريق أرسنال، والساعة 5 برايتون مع فريق ليفربول، وليستر سيتي مع ساوثهامبتون، وتشيلسي مع نيوكاسل. والدوري الأسباني برشلونة ده يوم الأحد، برشلونة وإيبار الساعة 7:30، والساعة 10 لربع ريال بيتيس هيلعب ضد فريق ريال مدريد، أما أتلتيكو مدريد هيلعب ضد ليفانتي بالمعنويات المرتفعة بعد فوزه على نادي برشلونة 1-0 الساعة 1:00. والدوري الفرنسي يوم الأحد قمة الجولة وهي مارسيليا وموناكو الساعة 10 بتوقيت القاهرة. والدوري الإنجليزي أيضا يوم الأحد لقاء الأسبوع القمة 22 ما بين توتنهام ومانشستر يونايتد، وإيفرتون هيلعب الساعة 4:15 ضد فريق بورنموث. ويوم الاثنين ختام الدوريات العالمية، مانشستر سيتي هيلعب ضد فريق وولفرهامبتون الساعة 10، وريال سوسيداد هيلعب ضد فريق إسبانيول الساعة 10. ده كل اللي كان موجود معانا النهاردة في وول سبورتس. زي ما حضراتكم متعودين بنبقى موجودين معاكم كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30، اتكلمنا معاكم في كل ما يخص الكرة العالمية، اتكلمنا معاكم في فوز مصر وفوز محمد صلاح، وأيضا الأخبار العالمية وأخبار لاعبتنا المحترفة. يعني اتكلمنا على أبرز المباريات اللي هتكون في الجولات القادمة في الدوريات العالمية. نتمنى إن شاء الله إن احنا نكون عند حسن ظنكم جميعا، وعرضنا لحضراتكم كل حاجة فاتتكم الأسبوع الماضي وكل حاجة هتتابعوها الأسبوع القادم. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة دايما على قناة الأهلي فورد سبورتس الساعة 5 لحد الساعة 6:30. نشوفكم إن شاء الله على خير يوم الجمعة الساعة 6، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.